عزل عمر لخالد رضي الله عنه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى، والناس لا يعرفون، يعني يقولون قد تكون هناك أوجه من بينها أن الناس قد يغترون بخالد لما كثرت الفتوحات على يديه، لكن يقول شيخ الإسلام رحمه الله عزل عمر رضي الله عنه لخالد بن الوليد لأن خالدا شديد قوي وعمر قوي، ولا يجتمع قويان، لكن في عهد أبو بكر كان أبو بكر لينا وخالد قويا شديدا، فيتناسب في أمر السياسة أن يكون هناك قوي ولين، لكن لما أتى عمر هو قوي وخالد قوي، فماذا صنع؟ عزل خالدا وولى أبا عبيدة حتى تحصل السياسة المناسبة، وهذا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله.